السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزغاليل غرقانة في المية بتاعتها، مش عارف ده إسهال ولا الأهالي بتكب عليهم مية، معرفش. الفرشة عشان محدش يقول إن أنا ما بغيرش الفرشة أو مش أخد بالي منهم، هو أنا مغيرها أول إمبارح بأمانة. لما لقيتها فيها بلل بسيط شلت الطاجن بحاله وغيرته، حتى التحديق أهو، تحديق الخشن ده. المية هي مية صافية خالص، مفيش فيها إلا البراز بتاعهم يعني خفيف. الزغاليل أكلة كويس أهو، أكلها يعني إيه، لبة نقول إيه، جامد شوية. الحالة دي متكررة بقالها فترة عندي. بعطي في الأيام الحر محلول معالجة الجفاف ده، هنا برضه أهو الزغاليل دي. شوف حتى الاهالي معكوكين من الطاجن بتاعهم اهو، واضح. جيب الطاجن كده بره، بس ده برضو بداية البلل. شوف حضرتك البلل عامل ازاي فيهم، متلبنين كويس. الاهالي ساقينهم مية كتير، انا بقول دي مية اللي هم الزغاليل بيعملوها، واخدين مية كتيرة ما شاء الله. طبعا ايه، هغير الطاجن ده، حتى انا من كتر ما زهقت من الحكايه دي بقيت اشيل الزغاليل واحطهم كده على ارضيه السلاكه بالشكل ده، يبقوا ناشفين. بحطهم كده ان هم ما ايه، ما يبقوش مبلولين. الطاجن بتاعهم اهو مبلول خالص اهو، برضه هشيله واسيب لهم الزغاليل في الارض كده عشان ما يتبلوش برضه بنفس الوصف ده. هنا برضو تقريبا في نفس العمر او اكبر يوم ولا حاجة، انا مغيره امبارح. لو شفنا برضو ايه، فيه رطوبة بسيطة هنا، لكن ده حالته اقل شوية، لكن برضو هغيره برضو، او بالكتير يتغير بكرة مش اكتر من كده. بس شوف حضرتك الاهالي مديهم مية كتير، وده كويس عشان الجو اللي احنا فيه يعني. لكن موضوع غرق الزغاليل في ميتهم ده موضوع جديد.